السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة احنا زي ما انتوا عارفين انا بديت مونتاج للفيديوهات بتاعت ليج اوف ليجندز، بس في ناس كتير نفسها تعمل مونتاج ومش عارفة ازاي بتتعمل، فانا حبيت اقول لكم انتوا ازاي هتشتغلوا مونتاج. في 3 برامج اساسيين لازم تنزلوهم، في الاوبن برودكاستر سوفت وير، ده اللي بيسجل الفيديوهات بتاعتك من اللعبة وهبقى اوريكم بيشتغل ازاي، وده اول حاجه هنتكلم عليها في الفيديو النهارده. في الفري ميك فيديو كونفرتر، وفي كامتيزيا استوديو 9 استوديو، تمام 9. نزلوا التلات برامج دول عشان تبتدوا. اول حاجه عندنا الاوبن برودكاستر سوفت وير، ده اللي بيسجل فيديوهاتك من اللعبه. البرنامج ده بيشتغل ازاي؟ انت بتفتح كده بيبقى عندك الشاشه دي، بتقوم جاي داخل هنا في السينز وتقوم جاي عامل اد، تمام، تكتب اي حاجه فيها، لو ليج اوف ليجند اي حاجه، تمام. بعد كده بتقوم جاي داخل في السورسز تاني حاجة، وتقوم جاي مختار جيم كابتشر، تمام، هتكتب هنا ليج اوف ليجندز، تمام كده، وتقوم جاي ضغط انتر، وتقوم جاي ضغط اوكي، وكده بمجرد ما تفتح اللعبة وتخش ماتش هتلاقي الشاشة دي قلبت، فتحت وبقى فيها تسجيل. بص احنا هنا هنعمل كرييت كاستم جيم، وهنخش اي جيم، تمام، هنبتدي ونختار المود اللي احنا هنخشه فيه، وهنختاره هنا اي شامبيون، ونبتدي جيم. هنا بمجرد ما الجيم ما يبتدي هتقوم اللعبة ظاهرة في الشاشة دي، وبعد كده هنعمل ستارت ريكوردينج، تمام. انا عاوز بس الماتش يبدأ، بيبدأ، تمام، خلينا مع بعض. معلش الجهاز بطيء شوية عشان انا مشغل كذا برنامج اصلا عشان خاطر اسجل البرنامج اللي بيسجل فيديوهات، ف صعب شوية على الجهاز بتاعي. عندنا ايدين الماتش داخل بيحمل، يلا 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 يلا، جهاز سريع جدا 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 جدا، اهو حمل. بمجرد ما نطلع بره هتلاقي الشاشة ابتدت تحمل، هنا بتعمل start recording، تمام، وهو بيبتدي بقى يعمل ريكورد مع نفسه لكل الحتت اللي انت هتشتغلها جوه الماتش وبره الماتش، ممكن يعمل تسجيل ايام وهو شغال بيسجل، فخلي بالكم من الحتة دي. انت بمجرد ما تخلص ماتشك اعمل ستوب ريكوردنج عشان يفصل الفيديو لوحده، يبقى الفيديو اللي انت عاوزه في مكان لوحده خاص بيه. عموما احنا بمجرد ما ندخل، دخلنا اهو، اتحركنا، ادينا استخدمنا الحاجات اهو كده، سجلنا الحته دي، بعد كده بنعمل ستوب ريكوردنج، وانا هطلع من اللعبه عشان الجهاز يسرع شويه. بعد كده بتروح للمكان اللي انت بتبقى مظبطه فيه من settings، لا مؤاخذة اهو، بتخش من settings وتقوم جاي تظبط من الاوتبوت المكان اللي هيطلع فيه من هنا، براوز وتختار المكان اللي انت عاوزه. انا مظبطه عندي في ال H في بلايز تي في، هقوم جاي رايح على ال H driver، اهو هروحه H driver وبلايز تي في هنا اهو. بعد كده هو ده الفيديو اللي انا لسه، تمام، ادي الفيديو وادي كل الفيديو اهو اللي احنا سجلناه، وبجودة حلوة وبسرعة حلوة، تمام. لحد ما قفلنا اهو، تمام، اول ما قفلنا. انا عندي الجهاز عشان كنت مشغل البرامج مع بعضها، ممكن تلاقوا لاج بسيطة، بس هو عموما بيسجل بسرعة جهازك وانت بتلعب. عندنا ثواني، في برامج بتبطئ الجهاز، هقفلها. عندنا بمجرد ما احنا سجلنا الفيديو اهو هنا، الجودة بتاعته للأسف ما بتشتغلش على برنامج كامتيزيا ستوديو،
اللي احنا اصلا بنعمله بيه مونتاج، تمام؟ فانت المفروض ان انت بتنزل فري ميك كونفرتر بيبقى شكله كده، وبتحط فيه الفيديو بطريقة معينة وبتحوله للجودة اللي بتشتغل على برنامج كامتيز ستوديو. دي تاني خطوة. بعد ما الفيديو ما يخلص بتلاقيه على الديسكتوب بتاعتك، بتقوم جاي سحبه وتقوم جاي مدخله في الكامتيزي ستوديو وتبتدي عليه المونتاج بتاعك، تمام؟ انا هشرح ده في فيديو تاني ان شاء الله، بس عموما هو ده فكرة البرودكاست، برودكاست سوفت وير اللي احنا اتكلمنا عنه، الاوبن برودكاست. ده اللي بيسجل فيديوهاتك من لعبة ليج اوف ليجندز. باقي البرامج هتكلم عنها في فيديوهات تانية عشان ما اعطلكمش. يلا دمتم بعرف، سلام.